السيد مقتدى الصدر دائما ما يعطي توقيتات. لو افترضنا جدلا بأنه وفي صلاة الجمعة ليوم غد سيحدد السيد سيعطي للقوى السياسية مهلة، إن لم يتم اختيار رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء خلال هذه المدة الزمنية قد يقلب الشارع على القوى السياسية. ألا تخشون من مثل هكذا تحرك من السيد الصدر يوم غد؟ يعني صراحة لماذا نظن بالسيد الصدر هذا الظن؟ هو ليس مسألة ظن سوى، بالعكس يعني كل الشعب العراقي يريد أن يحسم المسألة، مسألة طاولة تكثير يعني. طيب أحمد، سؤالك محوري وجوهري ومهم جدا، لكن أردت أن أعقب على بعض الأمور التي ذكرها الأخوة الزملاء. يعني هذه صلاة جمعة، لا يجوز أن نختزل صلاة الجمعة أو صلاة الجماعية للشعب العراقي بقضايا سياسية لربما يستكملها حقها الدستورية. لا 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 سيد محمود، القضية هي ليست قضية صلاة جمعة عادية، كان ممكن أن تقام بأي مسجد وينتهي الموضوع. دعا لها السيد الصدر منذ نحو أسبوعين والجميع من كل المحافظات احتشدوا في بغداد، وبالتالي هي رسالة سياسية أكثر من ما هي رسالة دينية، رسالة سياسية واجتماعية. وهنا أعيد السؤال، ألا تخشون كقوى سياسية، ألا تخشون من أن يعطي مهلة خلال هذه الصلاة، أن يحدد خلال هالفترة، خلال أسبوعين، ثلاثة أسابيع، خلال شهر، إذا ما شكلت حكومة رئيس جمهورية ورئيس وزراء قد نقلب الأمور عليكم؟ معلوم أستاذ أحمد، وهذا كان كلامي في البداية عندما قلت هذه الصلاة إضافة إلى مكانتها الدينية والروحية فهي فيها رسائل سياسية. ولكن أنا رؤيتي لسماحة السيد الصدر ومشاركتي في العملية السياسية أو خروجه من العمل النيابي وليس العمل السياسي، لا ليس بهذه الطريقة أن يتعامل مع المشهد السياسي بأنه يحاول أن يستفيد أو يعني سوء استفادة لا سامح الله من جمهور الذين لبوا نداء سماحة السيد بحضور صلاة الجمعة. هذا لا يليق بسماحة السيد الصدر، وأنا أعتقد بأنه لا يستخدم هذه الطريقة، وقالها في التغريدة، وقالها الوزير محمد العراقي عندما قال بأن هذه الصلاة ستكون بهذه الطريقة طريقة روحية أضف إلى ذلك. لكن تغريدة اليوم حسمت الأمر، يعني تغريدة اليوم حسمت الأمر، في آخر التغريدة يقول إذا يعني يحدد بأن صلاة الغد هي صلاة روحانية صلاة دينية، وين كان فيها رسائل بسيطة سياسية، لكن هو اختار المراحل المقبلة وقال في التغريدة بأن في المراحل المقبلة إن أراد الجمهور، وهذا يعود القرار للجمهور العراقي، إن أراد الجمهور العراقي أن يمضي بمشوار المصلاح سيستجيب لإرادة الجمهور. لذلك هو عندما نقول بأن ستكون هناك رسائل للسيد الصدر، أنا باعتقادي بعيدا عن صلاة الجمعة، نعم السيد الصدر سيكون واضحا في تعامله مع الحكومة المقبلة، مع التوقيتات الدستورية، مع التعامل مع حتى وإن ذهب للانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة. هذا لا يعني بأن الكتلة الصدرية ستكون خارج السر وتكون خارج العملية السياسية، لا بالتأكيد ستواصل عملية المراقبة المتابعة.